لو سمحت ممكن كلمة؟ وهو أنا أعرفك عشان أتكلم معاك؟ أنا أعرفك وأعرفك كويس، ممكن نتكلم بقى على الهادي وبدون شوشرة؟ نعم، سمعني دغري ومن غير لف ودوران. أنا سألت عليكي وعرفت إنك ست وحدانية وبسم الله ما شاء الله زي القمر وشكلك يفرح ومعاكي قرشين وعايزة تشغليهم. وده بقى اللي أنت عرفته ولا الكلام ده عشان تجيب ودني وتيجي معايا سكة؟ الله، ده الحلوة مخربشة. طب اسمعي بقى، أنا عارف إن أنت بتلفي على الواد سلطان وعايزة تشتري الأرض، وأنا جاي أقول لك ما تشتريش الأرض دي أحسن لك، لحسن تقف في زورك وتتخنقي وتموتي. طب أنت بقى قدامك دقيقة واحدة، لو ما غرتش من وشي هنزل بالجزمة على صدغك لحد ما تجيب دم، ومش كده وبس، هلم عليك الخلق يرقعوك حتة علقة زي حرامي بمحفظة، وبعدين هطلع على الاسم أعمل فيك محضر إنك أنت بتتعدى عليا. إيه قولك بقى؟ يا نهار أسود، إيه اللي بتقوليه ده؟ فاتت الدقيقة، يلا يا حبيبي.